قدرتي تشوفي نهال؟ لا ما قدرت لأنه لساتها بالعيادة. طب شو قالوا؟ في شي جديد؟ طمنيني. ما قالوا لي شي، بس نهال رح تضل هونيك. ليك مجد، اصبر وهدي حالك ولا تنفعل بسرعة. اللي برا لازم يكونوا صبورين أكتر من اللي محبوسين جوا. تعال. كيفك اليوم؟ لسه في وجع؟ موجوعة كتير. بكرة رح نفك لك الشاش لحتى نطمن على الأخير، وبعدها بنشوف شو بدنا نعمل. ماشي؟ بدي اتطلع بالمراية. اجليها لبعدين، ارتاحي لك شوي وبعدين بدي اشوف وشي. هلا كيف؟ مو كتير. أخي سليمان، قالوا لك منيحة؟ شو كيفها؟ لساتها بالعيادة، بس قالوا بكرة بتطلع. انت اصبر لك شوي، ولو شو مانك رجال؟ ها تذكرت، تفضل. شو هاد اخي؟ مو غنينا سوا؟ هاي هي حصتك من الحفلة، خد. والشباب الباقيين؟ اخدوا حصتهم. يسلموا اخي سليمان. هذا من حقك، لشو تشكرني؟